لقراءة أكثر عمقا في هذا الملف، ملف السياحة والأرقام التي كنا نستعرضها أمام حضراتكم، بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ سامي محمود، مساعد وزير السياحة. أهلا بك أستاذ سامي. يعني السبب في يعني ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 212%، نسبة كبيرة طبعا، ما هو السبب الرئيسي لديكم؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هناك ثلاث أسباب رئيسية لارتفاع معدلات السياحة عام 2017. أولا الجهود السياسية الضخمة اللي بيقوم بها السيد الرئيس وزياراته المتكررة إلى بعض دول العالم، وعلاقة مصر المتميزة مع بعض هذه الدول ساعد كثيرا على عودة حركة السياحة وحدوث تحسن ملحوظ عام 2017. السبب الثاني هو تحسن الظروف السياسية وتحسن الصورة الذهنية عن مصر في الفترة الأخيرة نتيجة تحسن الناحية الأمنية والارتفاع في البنية الأساسية الخاصة بالمطارات المصرية اللي كانت أحد الأسباب الرئيسية لتدهور حركة السياحة عام 2016. ثم بعد ذلك بتأتي الجهود الترويجية والتنشيطية التي تقوم بها وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة من حيث حملات إعلانية أو المشاركة في المعارض أو إيجاد مناسبات فنية وثقافية واستخدامها في الترويج السياحي. عظيم. طيب كان من ضمن ما ذكر الخبر أنه في مصادر بتقول أن معدل إنفاق السائح في الليلة الواحدة زاد، أصبح 88 دولار لليلة الواحدة، كانت هذه من ضمن الأسباب. يعني لا نفهم 88 دولار يعني هو رقم كيف بيقيم، أنه كثير أم قليل؟ متوسط. متوسط لإنفاق السائح. حضرتك بتعلمي أن بعض السائحين بيصرف حوالي 70 دولار، بعضهم بيصرف 300 دولار، بعضهم بيصرف 150 دولار في الليلة الواحدة، فبيتخد متوسط معدل إنفاق السائح سواء بقى من حيث الإقامة في الفندق، من حيث مشترياته، من حيث المأكولات والمشروبات. يعني هي زادت المزارة. يعني زادت عن، لأن كانت متوسط كان حوالي من 70 إلى 75 دولار، أعتقد دلوقتي زي ما حضرتك قلت بقى 88 بالزبط. دولار، فده شيء جيد بينعكس إيجابيا على الدخل السياحي. طيب سؤال أيضا أستاذ سامي، أنه يعني بعض رجال الأعمال أو المهتمين بالشأن السياحي بينتقدوا فكرة سعر الليالي المنخفضة، يعني هل من حديث ربما بيدور أو إرهاصات لتغيير يعني أسعار الليالي المنخفضة السياحية؟ بالتأكيد لابد من وقفة قوية ضد بعض المضاربين على سعر الباكج أو البرنامج السياحي لمصر، وخاصة من الأسواق الناشئة أو الوعيدة زي الهند والصين، ثم بعد ذلك الوقت بدأوا يتحركوا بنفس الأسعار الغير منطقية في السوق الياباني. لابد من وقفة، لابد من تدخل قوي من جانب وزارة السياحة طبعا، لان احنا في موضوع العرض والطلب يعني احنا موافقين على مساله العرض والطلب، ولكن لا يؤثر على الدخل القومي. انا ازاي ابيع برنامج ب 70 دولار واتوقع منه ازاي مصر تكسب من وراء هذا البرنامج؟ هناك بعض الشركات وليس كل الشركات بتضارب في بعض الاسواق لمصلحه معينه لا ادري ما سببها، وبتقدم خدمات رديئة مقابل هذا السعر المنخفض، مما ينعكس سلبا على سمعة مصر السياحية في الأسواق العالمية. فلابد من وقفة قوية من وزارة السياحة بالتنسيق مع قطاع الأعمال السياحي لإيجاد آلية مستمرة للارتفاع بسعر البرامج السياحية وعدم المضاربة عليه بما لا يضر الاقتصاد القومي. ما هي أكثر الأسواق الآن المصدرة للسياحة إلى مصر؟ وأيضا نقطة أخرى، أنه وجود اسم مصر في مونديال كأس العالم، أنتم كيف تعولون عليه؟ الأسواق الرئيسية اللي ساعدت على تحسن الوضع السياحي عام 2017 طبعا على رأسها السوق الألماني، ثم السوق الأوكراني، ثم السوق الصيني والمملكة العربية السعودية، دول وتأتي بعدها بعض الأسواق الأخرى، دول الأسواق الرئيسية اللي زادت بمعدلات جيدة جدا خلال عام 2017. عظيم. فالسوق الألماني حاليا بيحتل المرتبة الأولى نتيجة تدهور الحركة السياحية من السوق الروسي ومن السوق الإنجليزي.
بالتأكيد وصول مصر لمونديال كأس العالم في روسيا ده شيء جيد جدا، ويجب استغلاله من كافة النواحي في الترويج والدعاية لمصر. وأنا بتوقع أن لابد أن يكون هناك تحرك ما بين وزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم لكيفية استغلال هذا الحدث من خلال استضافة عدد من الفرق العالمية وإقامة مباريات في مصر أو خارج مصر تدعم الصورة الذهنية، لأن كله بيصب في النهاية الناس تبدأ تتحدث عن مصر بصورة جيدة، مما يساعد على عودة حركة السياحة إليها مرة أخرى بالشكل القوي اللي كان عام 2010. نعم، أيضا فيما أتى ذكره هو برنامج حج الفاتيكان، ومصر متضمنة داخل هذا البرنامج. هل مصر بالفعل جاهزة العام المقبل لمثل هذا الحج سريعا أستاذ سامي؟ هي جاهزة بشكل جزئي وليس بشكل كلي، لأن حضرتك بتعلمي أن رحلة العيد المقدسة مرت بحوالي 30 نقطة خلال 12 محافظة اللي تم تنميتها فقط بحوالي من 5 إلى 7 نقاط. فاحنا بنتكلم على هذا الموضوع بشكل جزئي، ثم بعد ذلك بيأتي على مراحل أخرى لتعظيم العائد السياحي من وراء رحلة المشي. يعني مصر بتنفرد بيه ولا بد من تنميته، ولكن محتاج مجهود كبير في تنمية البنية الأساسية المحيطة برحلة العيد المقدسة، لأن دي مرت ببعض المناطق العشوائية، ببعض المناطق اللي محتاجة عناية بالبنية الأساسية كطرق والمواصلات وإقامة فنادق وتأمين وغيره. فعندما ننجح بشكل كبير في رفع البنية الأساسية، أنا أعتقد أن هذا المنتج هيكون له شأن كبير في الترويج لمصر سياحيا. وبنتوقع كمرحلة أولى ما لا يقل عن 2 مليون سائح من وراء ترويج لرحلة العائلة المقدسة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سامي محمود، مساعد وزير السياحة، كنت معنا عبر الهاتف.